الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudaraku, kita membaca satu fatwa dari Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tentang menjadi mu'adzin, tentang berusaha mendapatkan shof pertama dalam sholat. Mari kita berusaha berlomba-lomba menyebarkan tauhid. Di antara di sini adalah keutamaan tentang mu'adzin, mengajak manusia mengumandangkan tauhid, kalimat tauhid, dan juga keutamaan mereka, manusia kaum muslimin yang berlomba-lomba mendapatkan shof pertama dalam sholat. Mari kita dengarkan. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل فهد ميم من الرياض، يقول في هذا الحديث: سماحة الشيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ما المقصود بالنداء جزاكم الله خيرا الوارد في الحديث؟ النداء هو الأذان، لو يعلموا ما فيه من الفضل لاستهموا عليه إن اقترعوا. نعم، يعني كل واحد يقول أنا اللي بأذن، أنا اللي دعوني أؤذن لما فيه من الفضل العظيم، لأنه ينادي على الناس بتوحيد الله تعظيمه وتكبيره ويدعو للصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس هناك يوم القيامة المؤذنون، فهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعو الناس إلى الصلاة والفلاح، فهو ذكر عظيم على رؤوس الأشهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فضل عظيم، فلو أن الناس تحققوا هذا الفضل واستحضروه لاستهموا لاقترعوا، يعني كل واحد يقول أنا اللي أذن، أنا اللي أذن، حتى يحتاج القرعة، يضرب القرعة حتى يؤذن من خرج لها قرعة من شدة الرهبة. لكن إن أكثر الخلق ما عنده بصيرة ولا يحرص على الفضائل، لكن لو أن الناس عرفوا هذه الفضل وتأكدوه وصارت عندهم الرغبة في الخير لاستهموا على الأذى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ألا يدخل في ذلك سماحة الشيخ إجابة النداء وهو الذهاب إلى المصلى والتبكير، ألا يدخل في الأفضلية أيضا؟ هذا من باب المسارعة إلى الصلاة. طيب، هذا من باب المسارعة إلى الصلاة ومسابقة إليها، مثل ما في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا فاستبقوا الخيرات، هذا من باب المسارعة إلى الخيرات ومسابقة إليها. لكن لو يعلمون الناس ما في النداء والصف الأول، هذا مقصود في النداء، يسأل النداء أم الصف الأول، معناها مسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف الأول، يعني يبكر حتى يفوز بالصف الأول. أما إذا تأخر قد لا يحصل إلا الصف الثاني أو الثالث، وإذا كان المسجد كبير فيه ناس كثير. لكن ما يتعلق بالأذان معناها أنهم يتنافسون فيه حتى كل واحد يقول دعوني أنا الذي أؤذن، وقد يحتاج للقرآن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.